شنو انت تقول عن العائله؟ عندك فد شيء عن الاسره؟ قبل الأسرة فتره بصورة نعم عامه يعني تناقشت انا وشخص قال الاسره هي اللي تبني الفرد. فقلت للاسره يبنيها الوطن وبعدين يعني تصير يعني حاله تسلسليه تصل للفرد. لانه الاسره منين تجيب؟ فاقول الاسره ما تبني الوطن، الوطن يبني الاسره. جميل. الاسره ما تبني الوطن، الوطن يبني الاسره. الوطن يبني الاسره. الاب مواطن مو نبي، وهم ابن كانوا يفتقد للحكم داخل قصره. الله. انا اعرف هوايه اسر يحكمها شايب من عزل لا يكتب ولا يقرا. الله الله. وهي الحكومات السبب، تشغل الناس بلا هدف حتى المخطط هجره. من راسك تشيل العقل وتقول لك اصنع فكره. الله الله الله. هي الحكومات الله. السبب، هي الحكومات الله. السبب تشغل الناس بلا هدف حتى المخطط هجره. من راسك تشيل العقل وتقول لك اصنع فكره، ويبدي التوتر يشغلك عن فكره تبحث بالقلب وتروح تصعد للقمم بس انت داخل حفره. وش ما كنت واعي، ايش ما كنت واعي وصرت تحكي بلغه وعي ونضج تتحجم وترجع ورا وكل الحكي تتنكره. الله. ايش ما كنت واعي وصرت تحكي بلغه وعي ونضج تتحجم وترجع ورا وكل الحكي تتنكره. تعيش بوهم مصنوع لك، واقع مطرز بالورد، تحتار ميت لو عدل تلتفت يمنى ويسرى. جلاد واحد كان لك، ولجل المساواة والعدل، وحتى انت ما تحس بملل صار جلد في عشرة. راودني مرة ذكر حلم، راودني مرة ذكر حلم، شفت الشعب بيه مبتسم واستغربت وين الوجوه الصفرة. قالوا لي بالموصل عشت، بالكوت انا ذكر متت، وهو الحلم ما بيه حلم، ليش حلمت بالبصرة؟ الله. وكل ما ركض بيك العمر، الله، كل ما ركض بيك العمر تتلاشى أحلام الصغر. ايه. مستقبلك ذاك الحلو بيد الحكومة عصرة. آه. تحلم كنت كافر صرت، تتأمل تحكمك سجن، ويا خوفي لو تنهض ردت هنانة تصبح ذكرى. ما ريت تبني للوطن وما ريت تبني الأسرة. نعرف من أمريكا الحكم وكل إحنا عندهم أسرة. الله الله.